الله الذي جمعكم على هدي نبيه وحبيبه المصطفى، الذي جمع فيه أسرار أهل النبوة والرسالة ممن لهم الله اصطفى. والرحمن رب العرش لا يجمع على هذا الهدي إلا وهو يريد أن يغفر، يريد أن يستر، يريد أن يجبر، يريد أن يقرب، يريد أن يكرم، يريد أن يمنح، يريد أن يفتح، يريد أن يعطي، يريد أن يهب، يريد أن يتعرف، يريد أن يتلطف، يريد أن يلطف، يريد أن يدفع بلاء، يريد أن يجلب خير. ما يجمع على هدي نبيه صلى الله عليه وسلم عبث، ولا يجمع على الهدي النبوي الكريم إلا لتهب نسائم الفضل العظيم. حتى أخبرنا أن في تلك المجالس إذا قبلها الرحمن جل جلاله أمر مناديه أن ينادي أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. يا رب الأرض والسماوات أنجز لنا ما وعدتنا على لسان رسولك، آتنا ما وعدتنا على لسان رسولك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأكرمنا بهذا النداء في مجمعنا هذا إكراما لائقا بجودك. لا يبقى في صحيفة حاضر معنا ولا متعلقا بمحضرنا ذنبا ولا سيئة إلا محوت ذلك يا الله وبدلته إلى حسنات. يا مجيب الدعوات عليك وفدنا وعليك وردنا، وإلى جانب جودك هرعنا. وما نبيك هود ولا ورثة النبيين ولا سيد المرسلين محمد إلا أبواب إليك وإلا دلالة عليك وإلا حبال مددتها جعلت الرأس فيها محمدا وفروعه جميع أهل الهدى، بل جميع ما ارتضيت وجميع من أحببت وجميع من أحببت كلهم فروع لهذا الرأس، وكلهم قائمون على هذا الأساس. وآدم فمن دون تحت لوائي يوم القيامة. يا رب اجعلنا تحت ذاك اللواء يا مكرم سيدنا محمد، بذاك اللواء لا تخلف عنه للاستظلال بذلك اللواء صغيرا ولا كبيرا منا، ولا أولا ولا أخيرا. حاضر المجمع ومن يسمع ومن يحب ومن يوالي ومن في ديارهم ومن في قرابتهم ومن في ذممهم ومن لهم صلة بهم، يا الله وعم بنفحة ذلك أهل لا إله إلا الله. وإذ نجتمع بالفضل والإحسان، للفضل والإحسان من كريم منان ما لجوده حسبان سبحانه وتعالى، فنعلم أننا مع ذلك مقبلين عليه نجدد العهد بيننا وبينه. أيها الحاضر، أيها السامع، أيها الناظر، أيها الواعي، جرى بينك وبين الإله الذي خلقك عهد، وهذا العهد تجلى فيه الحق جل جلاله حتى تكرم على روحك أن تسمع خطابه وتتشرب بندائه. وإذ أخرج ربك وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم، وفي قراءة ذريتهم، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قال ألست بربكم. من يقول لك؟ الإله الذي خلق وكون بحق وقدر ودبر وقدم وأخر ورفع وخفض وأعطى ومنع وأسعد
وأشقى. لا إله إلا هو، يقول ألست بربكم. وهو الذي أشار إليه تعالى في الآية الأخرى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. اللهم ارزقنا حقيقة العبادة وثبتنا على الصراط المستقيم يا الله. أذنت لنا أن نذكرك، وأذنت لنا أن ندعوك، وهديتنا للإسلام والإيمان، وجعلتنا في أمة خير الخلائق، وجمعتنا في شعب النبي هود. نقول لك يا الله، عهدك الذي عاهدتنا عليه أكرمنا بتوفيقك لكمال الوفاء به، واجعلنا من عابديك على بصيرة المستقيمين على الصراط المستقيم يا الله. سيدي إلهي مولاي رب العرش العظيم، من بيده ملكوت كل شيء، فينا وفي كثير من الحاضرين معنا أسباب انقطاع وتخلف عن القيام بهذا الأمر والظفر بهذه الكرامة، ولكن يا ربي على من نضع ذلك، وإلى من نذهب بذلك، ومن يداوينا من ذلك، من يعالجنا من ذلك، من يشينا من ذلك؟ لو علمنا لهم إله غيرك لذهبنا بهم إليه. فيا من لا إله إلا هو، بالجود قد أوردتهم وأوفدتهم، فأسعدتهم مع من أسعدتهم. طهرنا من هذه الأدناس، طهرنا من هذه الأرجاس، هوى النفوس وشرورها ومكرها وكذبها وخداعها، خدعت الكثير منا ووقعنا في مخالفتك وأنت ترانا، وفي معصيتك وأنت مطلع علينا قادر علينا، وسترت ودعوت إلى التوبة ووعدت أن تبدل السيئة حسنة. فما أعجبك وما أعجب فضلك وما أوسع كرمك، لك الحمد. وحق لباب مدينة العلم سيدنا علي أن يخاطبك ويقول: كفاني كفاني فخرا أن كنت لي ربا، وكفاني عزا أن أكون لك عبدا. يا ما أعجبك من رب، يا ما أعظمك من رب. ألا لا يهلك على الله إلا هالك، ونسأل أن يستنقذ كثيرا من عباده الذين جنحوا إلى المعاصي وإلى الذنوب ونسوا عظمة الرب والرجوع إليه جل جلاله، وأغوتهم فلوس أو كراسي أو سياسات أو مظاهر أو شيء من آثار نفوسهم أو كلام بعض أصدقائهم الفاسدين، وتعرضوا لغضب هذا الجبار الأعلى القوي. ولا شيء أشد من غضبه، لا شيء أشد من غضبه جل جلاله. يا رب أنقذ، يا رب ردهم إليك مردا جميلا، يا رب. وأهل مجمعنا ومن يسمعنا، طهر قلوبهم عن كل قاطع وعن كل حاجز عن الخير ومانع، حتى نظفر منك في جلستنا بنظرتك وعفوك وعافيتك وبسامحتك ومغفرتك وجودك وكرمك وفضلك وإحسانك وعظيم امتنانك يا الله. عهدت عهدا لا تنسى، وارجع إلى الوفاء به. أنا وإن قصرت وإن خنت في عهد الله تعالى بشيء من قلبي أو جوارحي، ما أجد لي غيره، ولا بد من وقوفي بين يديه ورجوعي إليه
ولا بد من انطراحي بين يديك، وأنت كذلك. ومعك في المجلس من وفوا بعهد الله خير الوفاء، فهم هم الشرفاء من أهل الظاهر وأهل الخفاء. وضمكم الحق في مجمع في توجه إليه، لماذا؟ ماذا تظن بهذا ليلة؟ ماذا تظن بهذا الرب؟ ضمنا في المجمع إليه مع هؤلاء كلهم، نقول له يا الله سامحنا فيما مضى، واغفر لنا ما مضى، واحفظنا فيما بقي، واحرسنا فيما بقيت، واعصمنا فيما بقي. يا الله عام الأربع والأربعين وبعد الأربعمائة والألف من هجرة نبيك، اجعله عاما مباركا علينا وعلى أمتي بأوسع البركة. يا الله اجعله عام قيامنا بالعبادة على الوجه الذي يرضيك، واستقامة مع الصراط على الصراط المستقيم مع خواص محبوبيك ومحبيك. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. لا تشرك في عبادته هواك ولا شهوات نفسك ولا أفكار صغتها من عقلك القاصر أو صاغها لك فاجر أو كافر، وأرسلها لك في برنامج، وأرسلها لك في صورة من الصور تخرج بها عن سنة الأطهر الأنور الأمجد الأحمد محمد. لا تنخدع، منهجه خير لك. قال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. حررنا عن التبعية لكل ما خالف منهج نبيك، وأكرمنا بصدق الاتباع لنبيك والتبعية لما جاء به، واجعل هوانا تبعا لما جاء به، واجعل هوانا تبعا لما جاء به. في عالم الأرواح لما تكرم عليكم الملك الفتاح وناداكم سمعتم، والحق تعالى سبب وصول السماع إليكم بالروح الأصفى، خلقها وأسمعها قبل أن يخلق أرواحكم وقبل أن يخلق العرش والكرسي، وهيأها للغطاء روح محمد ونور محمد صلى الله عليه وسلم، هيأه للخطاب قبل أن يكون في الوجود مخلوق إلا هو، ولا خالق إلا الله. الخالق واحد في الأزل والأبد، وفي ذاك العالم وذاك الوقت كان المخلوق واحد، ثم تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم، فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم. وبسر سماعه هيا أرواحكم حتى سمعتم، ثم أجاب فقويت أرواحكم فأجبتم، وعبر عن الإجابة بالسجود في عالم الأرواح فسجدتم. لكن كل الساجدين في ذاك اليوم يوم الإشهاد يوم لست بربكم كانوا مامومين، وإمامهم في السجود واحد اسمه محمد، اسمه محمد الاسم المنقوش على قوائم العرش بجانب اسم ربكم جل جلاله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. سجد فسجدوا وراءه، لبى فلبوا وراءه، أجاب فأجابوا وراءه، قالوا بلى، ألست بربكم؟ قالوا بلى. أن تقول يوم القيامة شهدنا، بلى شهدنا، أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين؟ يا رب لا تجعلنا من الغافلين، وهذا العهد الذي عهدتنا عليه
نتوب إليك من كل ما خالفه وخرج عن مقتضاه من جميع نياتنا وجميع مقاصدنا وجميع إراداتنا في ظواهرنا وخفياتنا وجميع حركاتنا وجميع ألفاظنا وأقوالنا وسكناتنا وأفعالنا ونظراتنا ومسموعاتنا وجميع شؤوننا، كل ما خالفه وخرج عن مقتضاه تبنى إليك منه يا الله، تبنى إليك منه يا الله، تبنى إليك منه يا الله. فنادوه يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا الله. ولن تجد أحسن من هذه الساعة لتصحيح التوبة والصدق في التوبة. التواب فاتح أبوابه وباسط يده على وجه الخصوص، أنه على وجه العموم باسطها للمؤمنين، ولكن ساعات ما تضيع، ساعات ما تباع ولا تشرى، إذا أدركتها فقد أدركت الخير كله. ولحظة منهم إن صحت على أحد بعين ود بإذن الله تحييه. واستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، رب ميت قلب يخرج من جمعكم وهو حي القلب، حياة أبدية. يحشر يوم تموت القلوب بقلب حي يتصل بأعظم قلوب حياة، قلب محمد بن عبد الله، ويراه ويرى طلعته البهية، ويمسك يده الزكية، ويصافحه ويقبله ويشرب من حوضه. ومنهم من إذا جاءت ساعة المرور على الصراط مر معه، مر معه. وبين يدي الكريم الإله العظيم نوقن يا رب أن المتكلم وكثير من الحاضرين ليسوا بأهل لذلك ولا قريب من ذلك، ومع ذلك فيقيننا هذا لا يغيبنا عن يقيننا أنك أهل لذلك، وإذا شئت حصل ذلك وأكرمت بذلك. يا ملك الممالك، يا كريم يا مالك، يا منقذ كل هالك، يا قابل كل سالك، يا حي يا قيوم، يا رحمن يا رحيم، يا منان يا كريم، فنسألك بجاهه عندك ومحبتك له ومحبته لك أن تمر بنا معه على الصراط. يا فوز المارين مع سيد المرسلين، وإلا كم من ساقط ذاك اليوم، كم من هالك ذاك اليوم، كم من باكي بكاءه لا ينفعه، كم من صايح صياحه لا يفيده، كم من متحسر حسرته لا تعود عليه بشيء، وكم من متخلف، وكم من مبعود، وكم من مطرود. فيا فوز المارين مع زين الوجود، أنا أقول لرب الصراط، رب النار ورب الجنة ورب محمد ورب النبي هود، مر بنا مع حبيبك. مر بنا مع حبيبك، مر بنا مع حبيبك على الصراط إلى الجنات العلا يا الله. هذا سؤالنا وهذا دعاؤنا وهذا طلبنا، رفعناه إليك ووضعناه بين يديك، وعليك المعول وعليك التكلان، والأمر كله لك. يا ما أكرمك من رب، يا ما أعظمك من إله، أذنت للمقصر الخاطئ أن يسألك ووعدته أن تجيبه ووعدته أن تلبي طلبه. وإذا سألك عبادي عني ف
فإني قريب. هل سمعتها؟ قل قلبك يسمعها، قل روحك تسمعها، قل سرك يسمعها. قال ربي على لسان حبيبه منبئا لنا فإني قريب، فإني قريب. وللطف خفي ليسعد السعيد منا بعلى السعادة لم يأتي في الآية بلفظة قل. قال له حبيبه إذا سألك عبادي عني، ورسل الكلمة مباشرة فإني قريب. هو قال فإني قريب. أيها الحاضر معنا، والله لا يدك أقرب إليك من الله، ولا حبل وريدك أقرب إليك من الله، فضلا عن ثيابك، فضلا عن بقية أعضائك. هو أقرب إليك من كل أحد، أقرب إليك من كل شيء. اسمه الله، اسمه الله، اسمه الله، الله أقرب إلى كل فرد منا من كل شيء. فتقرب أنت وانظر وعده الكريم، من تقرب إلي شبرا تقربت، تقربت. ما أنا تقربت، كشفت له حجابا عن عظيم قربي وشدة قربي. إن كان مقدار ما أراد يتقرب شبر فعندي ذراع، وإن كان مقدار ما أراد يتقرب به عندي ذراع فعندي باع. وإن كان سير أدبه معي وخضوع لجلالي وخوفه مني ورجاء فيه مشي يأتي فيه مشيا، فجودي في رفع الحجاب عنه يأتي هرولة. وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. من قال؟ ذو الجلال، ذو الإفضال، ذو النوال، الكبير المتعال. بتروح عند من يا أخي؟ بتروح فين يا أخي؟ بتقصد من يا أخي غيره؟ أنت بين يديه، أنت في حضرته، أنت في دائرة رحمته. دعاك وجاء بك ووفقك، ولولا توفيقه ما حضرت. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. فأنزلا سكينة علينا، فأنزلا سكينة علينا، فأنزلا سكينة علينا. وعم بها أهل الدنيا وأهل البرازخ والعرب والعجم والإنس والجن، فإذ فضلها يصل حتى الحيوانات والجمادات. سكينة من ربكم جل جلاله، فأنزلا سكينة علينا، فأنزلا سكينة علينا. كل ما أمامنا ما يدعونا إلى المخالفة للأمر والمنهج والشريعة والسنة النبوية من قبل أنفسنا أو شياطين الإنس والجن بأي معنى، فانصرنا عليهم واخذلهم أمامنا يا حي يا قيوم. وثبت الأقدام إن لاقينا، وثبت الأقدام إن لاقينا، ثبت الأقدام إن لاقينا. إن الأولى قد بغوا علينا، وإن أرادوا فتنة أبينا، أبينا، أبينا. فاسلك بنا سبيل قوم قالوا وصدقوا فيما قالوا، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وسمعهم صلى الله عليه وسلم وقال اللهم إن العيش عيش الآخرة، عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، فاجعلنا كذلك نسير مسارهم ونقتبس أنوارهم ونرى في الآخرة وجوههم ونجتمع بهم في دار الكرامة يا الله، ونتعرف عليهم تحت لواء الحمد. يفوز من قبلت في دعوة موعده تحت لواء الحمد. بيتناظر صاحبه، بيشوف صاحبه، بيشوفه، بيراه ويراه. فوق ذلك كله يرى وجوه المقربين والصديقين، فوق ذلك كله
يروجوه النبيين ومنهم النبي هود تحت لواء الحمد النبي هود، وصالح اللي بعده، ونوح اللي قبله تحت لواء الحمد كلهم، تحت لواء الحمد كلهم، والحامل سيد الكل خاتم الرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكبر من ذلك كله. تنظر إلى حامل اللواء، إلى وجه حامل لواء الحمد، إلى طلعة حامل لواء الحمد، إلى غرة حامل لواء الحمد، ما أسعدك، ما أسعدك بالنظر إليه. زد يا رب هذه القلوب محبة لك وله من أجلك، حتى تجمعهم وتهنئهم بالنظرة إلى طلعته الغرة تحت لواء الحمد. يا رب يا رب يا رب، هو جابكم، هو يسر السبيل لدعائه، وهو اللي وفق، وهو اللي أقام مع هذا التوفيق هذه الوسائط الكبرى والوسائل العظمى، نبوة ورسالة وأنبياء ورسل مع سيدهم وورثتهم، متوجهين إليه تعالى بهم وبأسمائه وبصفاته وبذاته العلية لا إله إلا هو، أن لا يخيب منا أحدا، وأن يكرم كل من وفدا، وأن يدخلنا دوائر الهدى، أن يغفر لنا ما خفي وما بدا، وأن يتولانا بما هو أهلها هنا وغدا. يا الله أنت بين يديه، والحال لا يخفى عليه ولا يتعاظمه شيء، أنت وذنوبك حقيرة عند عفوه، وطاعاتك لا تساوي شيء، ولكن إذا قبلها أثابك من ثوابه العظيم وأعطاك من فضله العظيم، فلا عظيم إلا العظيم، وما عظمه العظيم جل جلاله وحده سبحانه وتعالى. والحمد لله الذي أوفدكم، والحمد لله الذي أحضركم. يا ربي نظرة إلينا وإليه، لا تتغلب بعدها علينا نفس ولا هوى ولا دنيا ولا شياطين إنس ولا جن، اجعلنا في مامن، اجعلنا في حصن حصين من شرورهم أجمعين، نستقيم على المنهج القوي والصراط المستقيم حتى نلقاك سيدي ومولاي إلهي وخالقي. كل نفس له مجال في نفسه وأهله وأولاده أن يقوم بحق الوفاء بالعهد، وأن تنشر على يده الخيرات، وأن تنشر على يده الأنوار، وأن تحميه من الشر والأشرار، وأن تجعله مفتاحاً للخير مغلاقاً للشر. يا الله يا ربي، وفيهم العلماء، وفيهم الدعاء، وفيهم المسلكون والمزكون، وسع المجال لكل واحد بما يليق بك من الجود والمحامد. يا جواد، يا ذا الجود، يا ذا الفضل العظيم، يا عظيم، يا الله، يا الله، ثباتا لنا ولهم حتى نلقاك يا أرحم الراحمين، كما ثبتت من قبلنا، وزهقت قبلنا أرواح ممن قضى نحبه من أئمتنا، وممن كان يدعون إلى الله في هذا الموطن، وممن قدم روحه مثل سيد الوالد عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وممن اكتفى الأثر ووفى بالعهد من بعد شيوخ لقيناهم في هذا المكان، وأئمة أنوار عليهم رحمة الله وجمعنا الله بهم في دار الكرامة، ومستقر الرحمة فلان وفلان وفلان، تم ظل حبيب علي المشهور عليه رحمة الله، وفقدنا في الأخير حبيبنا أبا بكر بن علي المشهور، ثبتوا على قدم الرسول وصحبه، والتابعين لهم فسل وتتبعي، ومضوا على قصد السبيل إلى العلا قدما على قدم بجد أو زعيف. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس أطيب موضع، فيا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس أطيب موضع، فيا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس أطيب موضع. قد جاء بك وفتح لك باب، اصدق معه، اصدق معه،
اصدق معه اصدق معه اصدق معه اصدق معه حتى إذا جاء اليوم الذي خبرك عنه ويقول إذا أجاب سيدنا عيسى عند المقابلة قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقه. يا رب لا تجعل فينا أحدا إلا أدخلت دائرة الصدق، اجعله من الصادقين معك في حياته، يموت على الصدق يوم مماته ويحشر مع الصادقين والصديقين. يا أكرم الأكرمين، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، اجعلنا في أهل الصدق أجمعين. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، فاصدقوا وتهيوا، قوموا بحق الله، بحق أمر الله، أبعدوا هيبة من لا قدر له عند الله من كفار وفجار وآلهتهم وأصنامهم وأسلحتهم وأقاويلهم وإمكانياتهم وطاقاتهم وما عندهم. حقيرة والله، حقيرة حقيرة والله حقيرة. عظموا الله، كبروا الله، ترجموا ذلك، ترجموا ذلك في أفكاركم ومقاصدكم ونياتكم وأدبكم وإقامة أسركم وما في أسركم وجوالاتكم وثيابكم وملابسكم وأقوالكم، فقوموا ذلك، أقيموا الحقيقة وبرهنوا أن الكبير هو الله، وإن أحد يقتدى به فمحمد بن عبد الله. ونسانا ينبغي أن قدوة لا ممثلة ولا لاعبة ولا مصارعة ولا يهودية ولا نصرانية ولا مجوسية ولا بوذية ولا كافرة ولا فاسقة. معهن فاطمة بضعة محمد، هي القدوة، هي القدوة. ما بال بنتك نسيت فاطمة وراحت عند يهودية وصلحت كماها، حلاقة كماها، قصة كماها، ثوب كماها، بغيتها تحشر معها؟ ويل لها إن حشرت معه وويل لك معه. ما لبنتك نسيت فاطمة؟ ما لبنتك نسيت زينب ورقية وأم كلثوم؟ بنت منها ولا بنت منها ولا بنت أكرم الخلق على الخالق، بنت زين الوجود محمد، ما هم قدوة؟ فمن القدوة إذن؟ ترجم عن تكبيرك لله وتعظيمك لله، تعظيم ما عظم الله. وليس القدوة إلا هؤلاء، أولئك الذين هدى الله فبهداهم. قدامها قل لزوجتك، قل لبنتك، قل لأختك خديجة الكبرى. خديجة الكبرى لما خرجت من الدنيا إلا والسلام من رب العرش جاءها وهي في الدنيا. قال ربكم في عموم المؤمنين تحيتهم يوم يلقونه، لكن خديجة من قبل يوم اللقاء. سيدنا جبريل يقول للحبيب هذه خديجة تدخل عليك حاملة إناء من طعام، فأقرئها السلام من الله ومني. واحد يسلم عليها الله، جبريل يسلم عليها يتقرب بالسلام إليه ومني، وقل لها إن الله يبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، معنى القصب اللؤلؤ المجوف. ودخلت خديجة، قال خديجة هذا جبريل يقرئك السلام من الله ومنه ويبشرك ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قالت الله السلام ومنه السلام على جبريل السلام ورحمة الله وبركاته عليه، عليها الرضوان. بذلت جاهها، بذلت مالها، بذلت تجارتها في نصرة الله ورسوله، وأحبت هذا المصطفى. ومن سر محبته أحبها العلي الأعلى جل جلاله، ونالت تلك المنزلة الشريفة عليه الرضوان. وأمهات المؤمنين، ما سمعت ربك يقول النبي أولى بالمؤمن أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. مريم بنت عمران وآسيا بنت مزاحم، ما دخل عيونهن هذه القدوات؟ بغين فاجرات كافرات بدلهن والعياذ بالله؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ ما القدوة إلا هؤلاء. قومها وترجم هذا المعنى إن كنت ظفرت وفزت بالعطاء والجائزة في هذه الليلة. ما باقي من الساعات معك، غنمها في الشعب من سن، باقي ساعات عامك وعمرك تمر على حال جميل واستقامة على سواء السبيل.
واللي قال هناك لكل من صدق، واللي قال هناك لكل من صدق. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نظرة يا رب، توبة يا رب، صدق يا رب، إنابة يا رب، قبول يا رب، شفاء من الأمراض والعلل يا رب، نشر للهداية في الأمة يا رب، صدق معك يا رب، عليه نحيا وعليه نموت وعليه نبعث مع الصادقين. آمين آمين آمين. وإذا أطال الله عمر الواحد منكم يرى من آثار هذه الدعوات وناس الليلة غير مسلمين سيسلمون ويأتون إلى هذا المكان، ولله الأمر من قبل ومن بعد. ويا رب ثبتنا، ويا رب ثبتنا على الحق والهدى، ويا رب اقبضنا على خير ملتي توجهوا إليه، تذللوا بين يديه واغنموا الساعة وحققوا توبتكم بالعزيمة الصادقة أن لا تعودوا إلى الذنوب والمعاصي، منتنة قبيحة قذرة اتركوها وأطيعوه وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ثبتنا على الصراط المستقيم يا رب، اغفر لنا ما مضى واحفظنا فيما بقي، وقولوا جميعا يا تواب تب علينا، يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا، وارحمنا وانظر إلينا.